حاليا عندنا مباراة السوبر فايتنج روبوتس. اوكي شوية الكاميرا بس تسوي دي فوكس برادو وسناك بس نسوي فليب حق التيمز اتوقع شي. اوكي يعني ما اتوقع لازم تشوفون برادو وسناك على اتش دي كواليتي يعني تعرفون اشكالهم. بس هاي المباراة قوية على فكرة حاليا يعني هاي المباراة ياسين نشوف السناك برادو من زمان ما شفناها بس معظم الاوقات سناك يفوز قصدي لا برادو يفوز على ما اتذكر اخر مرة يلعبوا اظني برادو كان مختار روب وسناك كان مختار جرنينجا ولا شيء شيء ما اتذكر صراحة. نو تك بس خلص البترول بعد هالجيم لازم يصير عدل الكاميرا. عندنا حاليا مباراة قطر والاردن ياسين يلعبون سناك يعشق روب اتوقع. ويت هولد اون ثريا هل سناك غير من ميجا مان محارب النت على اخر لحظة اختار راشد؟ دام صراحة يعني الكاميرا شوية مو قاعدة مو راضي تسوي فوكس بس ان عندنا حاليا 69% يا الله وصل 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 صاحبنا تعالي تعالي جيسيكا لا خلاص ما بكلم جيسيكا تعالي ما بكلم انا ابغى اطالع المباراه انا ابغى اطالع المباراه يا اخي. المهم سناك خذ الست هذا ما اعرف شو يسمونه اللي هو الستوك الثاني تشارب شوت داش اتاك رادو غلب منه عشان يوصل يعني رادو خسر ضد نبتة صراحة المباراة لين الحين يعني تعتبر مباراة متقاربة سناك يلعب اللعب اللي هو أحلى شيء ممكن تشوفه في حياتك سناك عايز يلعب اللي هو أنا بتم بكمبر نايس أب سماش إنكودينج أوفرلود خلاص سكرها انكودينج اوفرلودد نايس اس دي صراحة من برادو الكاميرا مش راضية اوكي اخيرا سويت فوكس الكاميرا اخيرا سويت فوكس عندنا الحين حاليا سلطان بيعلق انا بسير بطالع مباراة بلعب تكن ولا لا الكاميرا شفرت مرة ثانية الكاميرا مش راضية تسوي فوكس anyways 1-0 حق راشد 1-0 for snack. واو ما قال بيشغلون مباراة؟ ما اشتغل. ما اشتغل ليش؟ ما اعرف يا اخي. انت ما عرفت شغله ولا هم ما عرفوا شغله؟ هم ما عرفوا شغله، انا شلون شغل؟ فتت يو بعد. المهم ان مباراة قوية جدا. بس ما اقوى من مباراة نهائي كاس اسيا. المهم. مش أقوى مباراة نهائي كأس آسيا نعم. شوف مش كذا بقول. هالشخصية ضد روب. سوبر فايتنج روبوتس. ما أعرف إنه ما أعرف روب شو يسوي ضد هالشخصية. بس أحس إن ما دام إن شو اسمه الليزر يطوف كل هذا كل الأشياء ف يعني يروم يسوي أشياء. فهمت علي؟ يعني يروم يسوي تريد هاي شيء مو زي شيء. ده شو كنا نقول؟
اربيت اوكي سعدي ما سعدي كلاسيك سماش فور ست هي نهاية سماش فور كان كلاسيك بس نهاية ما كان اختار ميجا نار سماش فور مع انه هو اللي كان مصمم انه ما يكونون باند اللي ما يعرف هالشيء الناس ميز كانوا باند في سماش فور بس سناك ما كان مسوي لهم باند بعدين يوم من الايام يا واحد من اليابان اختار ميجا قال مو باند بختاره ونوصل زين المهم ايش كنا نقول تي جي المهم لا سماش فور كان احجام تختلف حتى سوى بان حق الموفسيتس مو بس الاحجام اول شيء سوى بان حق الاحجام بعدين بعد الموفسيتس اي شيء مو ب 111 كان مسوي له بان في سماش فور البطولات اللي برا كان حتى يعني ما تروم تسوي كاستم بس خلاص الموجود 111 خلاص قال تختاره كان في opportunity زيرو دث بس ما اعرف يعني ما سوى كومبا كامل ايه كانوا عالمين كانوا باند معظم الاشياء ايه السبب الرئيسي كان لا هم السبب هي الحجام اول شيء بعدين يعني هذا تروم تغير الموفسة بدون ما تغير الحجم يعني لو انه ما تروم نسوي ميج جديد المهم خلنا نرجع المباراة روب حصل تشيس هالمباراة ما اعرف اذا بست اوف 5 ولا بست اوف 3 بس اعتقد بست اوف 3 اوكي لوزرز 9 بست اوف 3 ايه شكلكم ايه ردها كان سناك متجدم اكثر شيء بس روب من شخصيات اللي يرمي ردها ايه مكتوب بس انا اللي ما اشوف شو كنت بقول بعد ايام ما اشوف كان فرادو يسوي طفوف وايد حين تشي تعرفوا متحمس وايد اللعبة بس سوي طفوف يوم تشي كل كلوس يا سوافر كان يسوي غلب 3 او بعد يسوي باور استغفر الله المهم بين خلص شوية اوكي نير نايس نيرز اوه كان يحاول ما كان يحاول ياخذ التوك على زيرو بس رب من شخصيات البترو ماله ما يخلص فاز صراحة تك سيتويشن بس ما عشان ما نضرب اول شيء ما مات ولكن كيولتي ياخذ الستوك وبرادو يعني جيم الاول انا ما شفته بس بداية جيم الثاني كان خسران هنا ما شاء الله متقدم بس يمكن حسدته انا شوية يمكن حسدته هل حسدته انا شوف يعني باك اند فورث وايد سناك فور ذا وين ما اعرف انا اشجع صراحه كان كنا معلقين بايس باي ان بايس معلق اوكي سماش ما ضربت مي برا مي عندهم مي جنر عنده وايد مكسات في الكباري سين على حسب حركاته ما اعرف اذا هل التحكم عند الريفلكتر ولا بس يروم يسوي ريفلكتر ولا الريفلكتر ستار يروم يسوي فير يروم يسوي هذه الاشياء انت انا اظني تو شفته يستعمل دانس مانش هو دانس مانش مال
ليه جنر زين بس بس انا لو توي شيل حق ضربه الاولى وايد بانج نفس لف مش سي اظن اسرع من نفس مش طبعا نحط الشيلد شيء ثاني اوكي ونشوف ان الجيم مايكرو صراحه ما اعرف شو ال يعني اوه وات ذا او ماي انا كنت بقول ما اعرف شو الاوبشنز اللي عند سلاك ياخذ ستوك حاليا ولكن السايد فيل قويه خذ ستوك تو غير اللي صار ما اعرف بان يمكن اقوى من سايد فيل مال ساموس يمكن خلينا نشوف ان المباراه يست يعني كان باك وفيري باك اند فورث صراحه اوه اردوج وايد كان زين سناك حاول يسوي بنش حق السايد فيل ما صار مسوي بنش اجريسف كم باك وشوف ان نتم يسوون بلسنج باتنز بس يعني كل واحد نفس الوقت سيف اوكي هل بيسوي سعدين؟ لا لا مو فير ما عنده جمب كان كان شويه وبيزخ اللبي اوه نو انفورتنت يعني يعني تعرف يعني حركه ما شاف ما توقع انه تظل يوم نقز